now. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم. كما هو معلوم فمتصفح فايرفوكس واحد من أشهر المتصفحات وأكثر المتصفحات استعمالا على مستوى العالم بعد متصفحي جوجل كروم وإنترنت إكسبلورر. وقد قامت الشركة المنتجة للمتصفح بإطلاق الإصدار 29 من هذا المتصفح. هذا الإصدار جاء بالعديد والعديد من الميزات الرائعة جدا والتي كنا نفتقدها في الإصدارات السابقة. فما أهم ما جاء به هذا الإصدار؟ هذا ما أستعرضه معك في هذه الحلقة إن شاء الله. إذن كما تلاحظون معي الشكل الجديد للمتصفح يبدو أكثر احترافية وأكثر بساطة من الشكل القديم. فقد تم نقل أيقونة الإعدادات هنا في التصميم الجديد إلى هذا المكان. كما تلاحظون معي صارت عندنا هنا بعد أن كانت سابقا توجد في هذا المكان. أيضا شكل النوافذ كما تلاحظون صار هنالك انحناء في أطراف النوافذ في الأعلى مما يجعلها تبدو أكثر جمال وأقرب إلى شكل النوافذ في متصفح سفاري. لكن هذا ليس كل شيء، فمن الميزات الرائعة جدا في هذا الإصدار هو أنه صار بإمكانك تعديل قائمة الإعدادات. هذه القائمة أصبح بإمكانك إضافة وإزالة أي عنصر تشاء فقط بالنزول والضغط هنا على Customize. ثم مثلا فلنقل بأني لا أرغب في استخدام هذا الديفلوبر، هذه الأداة أقوم بسحبها ووضعها هنا مثلا، ثم فلأسحب مثلا أيقونة المزامنة إن كنت مثلا من مستخدمي المزامنة أو خاصية المزامنة التي نراها أيضا إن شاء الله بعد قليل. فقط أسحب أيقونة المزامنة السينك إلى هنا على هذا الشكل. أيضا يمكنك تعديل العناصر المتواجدة هنا وإعادة ترتيبها، مثلا الأدونز أو صفحة الإضافات تقوم بسحبها ووضعها في المكان الذي تشاء كما تلاحظون معي. وهذه من الخواص الجميلة جدا. أيضا من المسائل الجميلة جدا في هذا الإصدار هو أنه صار بإمكانك تعديل أيقونات العناصر المتواجدة في الشريط العلوي، شريط المهام هنا. هذه العناصر الهوم بيج والداونلود أيكون أو أيقونة التحميل، أيضا أيقونة المفضلة، كل هذه الأشياء صار بإمكانك إعادة ترتيبها. فلنقل مثلا بأني أرغب في سحب هذه العناصر إلى هنا إلى هذا المكان أو إلى أي مكان أشاء، فقط أقف هنا وأضغط على زر الفأرة الأيمن ثم أختار كاستومايز، ثم أسحب مثلا أيقونة الهوم أو الرئيسية وآتي بها إلى هنا إلى الطرف وأتركها كما تلاحظون. أيضا أسحب أيقونة البوكمارك أو المفضلة إلى هذا المكان. أيضا أيقونة التحميلات أسحبها إلى هذا المكان. أيضا يمكنني الآن إزالة أي عنصر من هذه العناصر، فقط أقف عليه ثم أضغط على زر الفأرة الأيمن، بعد ذلك أختار هذا الخيار Remove from Toolbar كما تلاحظون تم إزالته. ثم أيضا من الخواص الجميلة جدا والمفيدة التي أتى بها هذا الإصدار هي خاصية أو ميزة المزامنة. يمكنك الذهاب إليها من خلال أيقونة الإعدادات ثم من خلال Sign in to Sync. ثم ستجد هنا عندك خيار Get Started. أنا سبق وتسجلت في هذه الخدمة أو هذه الميزة، لذلك تجد عندي عبارة Manage. عند الضغط على عبارة Get Started سيطلب منك إدخال بريدك الإلكتروني ثم كلمة السر وأيضا تاريخ الإزدياد. ثم بعد ذلك يمكنك باستعمال هذه المعلومات عندما تكون في مكان آخر، مثلا في أي مكان، أن تفتح متصفح فايرفوكس بنفس التصميم الذي يتوفر على جهازك الخاص في المنزل مثلا أو العمل، وبنفس الإضافات المثبتة عليه، بنفس الصفحات المفضلة وكل الأشياء التي حفظتها على هذا المتصفح. وهذه من الخصائص والميزات الرائعة جدا والتي أضافتها فايرفوكس إلى هذا الإصدار في محاولة منها أيضا لمجاراة متصفح جوجل كروم. بعد تقديمي للمتصفح يوم أمس فقد توصلت ببعض الشكاوى من بعض المتابعين بخصوص بأن هذا الإصدار لا يدعم برنامج انترنت داونلود مانجر. أنا لا أستخدم شخصيا برنامج انترنت داونلود مانجر، لكن أستخدم برنامج الفري ميك وهو أحد برامج التحميل الرائعة جدا وتحويل الصيغ، كما أستخدم البرنامج العملاق والرائع جدا برنامج التحميل المجاني لتحميل الفيديوهات والبرامج وكل شيء، برنامج إيجل جيت. كما تلاحظون تظهر أيقونة البرنامج هنا عندي فوق الفيديو، وبالتالي فلا يوجد أي مشكل مع هذا البرنامج على هذا الإصدار من المتصفح.
يمكنني تحميل كل شيء، برامج أو ملفات أو كل شيء كما تلاحظون. يمكنك مشاهدة حلقات أيضا شرح برنامج إيجل جيت إن لم تكن قد شاهدتها بعد. هذه هي الحلقة، تجدها أيضا في أكثر المواضيع مشاهدة في هذا الأسبوع على موقع مشروح. ولتحميل هذا الإصدار من متصفح فايرفوكس أو تحديث نسختك في حال كنت تتوفر أصلا على متصفح فايرفوكس، فيمكنك ذلك من خلال الصفحة الرسمية للمتصفح، فقط بالضغط هنا على فايرفوكس بيتا 3 داونلود. رابط التحميل كالعادة تجده في وصف الحلقة على اليوتيوب وأيضا في التدوينة على موقع مشروح. لا تنسى الاشتراك في قناة مشروح الأولى وكذلك القناة الثانية للبقاء على اطلاع بجديد القناتين، ثم الانضمام إلى متابعي ومحبي مشروح على الفيسبوك، ثم زيارة موقع مشروح للبقاء على اطلاع بجديد الحلقات والمقالات اليومية.